مساكم الله بالخير مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج مجتمع واعي، ومساك الله بالخير لولو، وشلونك؟ مساك الله بالخير والنور، وإن شاء الله أخباري تسرك يا رب. إن شاء الله دوم. لولو قبل تقول لي خبرك، أنا عندي سؤال الصراحة ببتدي معك. دائما نسأل المشاهدين ونقول لهم شو أخباركم، بسألك أنت شلونك مع الأسبوع الأخير من رمضان؟ والله يعني رمضان مر بسرعة، ما في يوع ولا عطش، بس كأن الوجبات قاعدة تتناقص. أي بنشوف البطولة حق من في الأخير، حق أي وجبة فيهم اللي بتستمر. بالضبط. يا مرحبا فيكم مشاهدين في هذه الحلقة من برنامج مجتمع واعي. لولو قبل شوي قلتي لي إن يعني في تناقص في الوجبات، لكن في تناقص في المشاعر بعد؟ لا أكيد المشاعر مستمرة، حتى وإن إحنا صدق فعلا بعاد عن بعض، لأن إحنا شعب واعي ونتبع التعليمات، لكن بعد الحمد لله إحنا في بلد موفرت لنا كل شيء، وسائل التواصل موجودة، وسائل التواصل الاجتماعي موجودة، التلفونات موجودة، يعني اللي بنسأل عنه بنوصله. أيوة. المشاعر موجودة حتى وإن تغيرت الأساليب. أي أيوة والله صدقتي يا لولو. اليوم مشاهدين يعني كل الجهود تتوحد لمحاربة هذا الفيروس، لمواجهة هذا الفيروس، فيروس كورونا اللي قاعد ينتشر في العالم بأسره، لكن الأسر في البحرين متواصلة مع بعضها بعض داخل البيت الواحد، بس أسرنا صغيرة وجميلة جدا، كل أفرادها يؤمنون بأهمية التكاتف في هذا الوقت، وأن الإجراءات لازم تبدأ من هذا البيت، منهم أهما للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال التواصل مع الأهل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما قالت لولو قبل شوي، نتواصل معاهم ونكلمهم فيديو كول، ما نخليهم بروحهم، لكن احنا في بيتنا وهم في بيتهم. أكيد يا فواز، يعني وإحنا بعد نشوف أن البحرين فعلا يعني بدأت تحقق مبدأ التباعد الاجتماعي بكل اقتدار، خصوصا في يعني في موضوع مواضيع كثيرة منها موضوع التعليم. فعلى الرقم من احنا نشوف ان المدارس فعلا اغلقت ابوابها، الا ان التعليم ما زال مستمر. وعيالنا ما زالوا الحمد لله يحصلون على تعليمهم، وابشرك انا عيالي حتى بعد بيسوون لهم حفل تخرج افتراضي. والله فكرة حلوة، جميل، ما يبون يكسرون حتى خاطر العيال اللي فعلا راح ينتقلون من مرحلة لمرحلة، يلبسون ثيابهم مال التخرج ويقعدون يسلمون على ربعهم ويقولون لهم يلا راح ننتقل مرحلة جديدة. وهذه ترى المستقبل، هذا المستقبل احنا ننشده، ترى في المستقبل بيكون كل شيء افتراضي، كل شيء عن طريق الفيديو كول، كل شيء عن طريق الفيديو وسائل التواصل الاجتماعي، لكن إن شاء الله بعد نهاية هذه الجائحة لا بنتواصل وبنقعد مع بعض، بس التزموا بالقوانين والشروط والواجبات اللي مطلوبة منا احنا نسويها بالتباعد الاجتماعي حاليا عشان نتواصل في المستقبل. بالفعل حتى وانه هو صعب فعلا، يعني صعب ان انت ما تشوف الوالد او الوالدة او حتى اخوانك وتلتقي معاهم وتعيش هذه اللمة، الا ان انت تقدر تخلق لك من هذا العالم الافتراضي بعد نفس هذه اللمة، وتبتدي تستخدم السوشيال ميديا والوسائط الموجودة بالضبط عشان فعلا تتواصل معاهم. بالضبط. لولو انا من قعدت اشوف هذه قدامي، هذه شنو فيها ومن وين جاية؟ والله هذه هدية للبرنامج، جاتنا من بنتنا نقدر نقول مرام المرزوقي، طالبة عمرها 10 سنين، ما شاء الله عندها هواية فن الخيط، وكتبت لنا مسج جدا جميل. شو تقول؟ كتبت المسج إن قعدوا في البيت ومارسوا هواياتكم اللي تحبونها. الله. شكرا مرام على هذا العمل الجميل، على اللوجو اللي صممتي لنا اياه مال مجتمع واعي، شكرا ان تتابعينا، وهذا يعني انا اللي اسعدني اكثر ان نطلع ان كل الاعمار موجودين وقاعدين يتابعون هذا البرنامج اللي احنا فعلا نهدف من خلاله ان احنا نوصل لكم بس رساله بسيطه، فحواها ان انتم قاعدوا في البيت واحنا بنكون معاكم، راح ننقل لكم كل المعلومات اللي تخصكم، راح نسلط الضوء على كل الجهود الكبيره اللي قاعده تصير في البحرين لمكافحه فيروس كورونا. تبدل هالدوله، احنا ما نقول لكم لا تسوون شيء، قاعدوا في البيت، عطونا مهاراتكم، عطونا حرفكم، عطونا كل اللي تقدرون عليه في البيت من مهاراتكم، من هواياتكم اللي تسوونها. البعض عنده مهارات في التلوين، البعض في الرسم، البعض مثل ما سوت لنا مرام الرسم فن الخيط، فن الخيط يسمونه. نعم. اللي هو فيه مسامير وتلف الخيط عليهم، تعطينا في الأخير تشكيلة. الله يحفظك يا مرام، موهبة جميلة من مواهبنا البحرين، البحرينية والبحرين ولادة بالمواهب الجميلة، بالفنون الجميلة، بكل شيء ما شاء الله عليهم، رواد في الأدب والثقافة والعلم والهندسة والطب وأيضا في الفن. فاصل وراجعين لكم. Thank you.
حياكم الله، ونبدأ معاكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ترأس الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء اللي عقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي. وقد رفع المجلس أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما هنأ المجلس شعب البحرين والأمتين العربيتين والإسلامية بهذه المناسبة المباركة. بعدها أشاد سمو رئيس الوزراء بمضامين الكلمة السامية التي وجهها جلالة الملك المفدى بمناسبة حلول العشر الأواخر من شهر رمضان، ورحب سموه بما احتوته الكلمة من معان وتوجيهات تعكس التقدير الملكي الكبير للمرابطين على الصفوف الأمامية في مواجهة الوباء ومكافحته. وأكد سمو رئيس الوزراء أن الحكومة بكافة وزاراتها وأجهزتها تكرس كل جهودها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتعمل على تحقيق تطلعات جلالة الملك العاهل المفدى في عودة شؤون الحياة إلى أفضل أحوالها. وفي خبر آخر، رفع معالي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رفع خالص التهاني لمقام جلالة الملك المفدى بمناسبة تحقيق مملكة البحرين المركز الرابع عالمياً في جائزة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان القرآنية في دورتها 8 والتي أقيمت عن بعد من خلال المتسابقة زين خميس عبد الله النعيمي في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا. وقال معالي وزير العدل أن هذا الإنجاز يأتي امتدادا للإنجازات التي يحققها أبناء مملكة البحرين في المسابقات القرآنية الدولية، والتي تضاف إلى سجل الإنجازات الحافلة للشباب البحريني في مختلف المجالات، والتي لم تكن لتتحقق أولا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، وثم الرعاية المباركة الملكية السامية لجلالة الملك المفدى ودعمه المستمر لجميع البرامج والأنشطة المتعلقة بخدمة القرآن الكريم والارتقاء بمستوى حفظته من جميع الجوانب. طبيعة شغلنا تحتم علينا إن إحنا نقعد وايد في العمل، فلازم نحافظ على نظافة المكان ونعقمه ونركز على التباعد الاجتماعي، لأن سلامتك تبدأ بتجنب المصافحة، ولازم تستخدم معقم اليد وتلتزم بالإرشادات الصحية، وتحط في بالك دايماً إن هالمكان جزء من الوطن، والوطن لي ولك ولنا كلنا، وعلشان سلامتك تجنب الاختلاط، حافظ على نظافتك الشخصية، فكر في صحتك وصحة اللي حواليك، ترى البحرين تستاهل، لأن أمن وسلامة أهلي وأهلك أولوية. تراك غالي على البحرين مثل ما البحرين غالي عليك. مشاهدينا، ننتقل إلى فواز اللي راح يستعرض آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل فواز. شكرا لولو، بالتأكيد راح نستعرض في هذا العرض آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الاثنين الموافق 18 من شهر مايو 2020. فقد بلغت الحالات القائمة 4215 حالة، ووضع الحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ 4207 حالات، فيما يبقى 8 أشخاص تحت العناية، ونتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما المتعافون فيبلغون 2929 متعافي، الوفيات 12 حالة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. وقد أجرت مملكة البحرين أكثر من 241 ألف فحص، وهي النسبة التي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. يعني حصيلة حالات اليوم الاثنين في مملكة البحرين رصد 200 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 121 حالة لعمالة وافدة و79 حالة لمخالطين، وتعافي بالتالي 19 حالة. هذا كل ما لدي، وعودة لشلولو. شكرا فواز، الله يحفظ البحرين وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله.
متواصلين معكم مشاهدينا في برنامج مجتمع واعي، وضمن منظومة أداء متكاملة لوزارة الداخلية في الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، تعمل كوادر الإسعاف الوطني وفق أعلى مستويات الجاهزية على مدار الساعة. صحيح فواز، حققت كوادر الإسعاف الوطني خلال الفترة الماضية أوقات قياسية في سرعة الاستجابة والوصول إلى الحالات اللي تتماشى مع المعايير الدولية. خلنا نشوف التقرير الجاي مع الزميل عمار العماري اللي رافق الإسعاف الوطني ورجع لنا بهذا التقرير، خلنا نشوفه معاكم. دقيقة أو نصفها هو متوسط سرعة الاستجابة للإسعاف الوطني في تلقيه البلاغات التي باشرها خلال الفترة الماضية، تعكس ما يتمتع به كوادر الإسعاف الوطني من جاهزية وتدريب. فعلى مدار الساعة يعمل متلقي البلاغات الواردة إلى غرفة القيادة والسيطرة على الاستجابة للمرضى والحالات الطبية الحرجة ونقلها إلى أقرب مستشفى. هلو مركز محرك، عندكم بلاغ بقرن المطار، 23 سنة ذكر يعاني من دوار ضعف عام بالجسد. كما تعمل فرق الاستجابة المؤهلة على أعلى المعايير المتبعة دوليا خلال الظروف الاستثنائية في استقبال ونقل الحالات القادمة من الخارج في عمليات الإجلاء والحالات المخالطة للمصابين لإجراء الحجر الصحي اللازم لها. إدارة الإسعاف الوطني لا يختلف وضعها عن باقي أيام السنة، حيث نقوم باستلام البلاغات وإخراج إسعاف من أقرب مركز إسعاف للمبلغ، ويكون دورنا في الوضع الراهن لمكافحة فيروس كورونا بالتعاون مع الخط الساخن لفيروس كورونا، ويكون هناك تعاون بين إدارات وزارة الداخلية للتنسيق والحد من فيروس كورونا. كفاءة وانضباط يعمل بها الإسعاف الوطني وقوفا على مستويات الجاهزية والاستعداد واتخاذ الإجراءات التي تضمن الارتقاء بجودة خدمة الإسعاف لضمان تقديم الرعاية المتميزة للمرضى وإيصالهم للمستشفى في الوقت المناسب. سرعة للاستجابة دونتها التقارير للإسعاف الوطني تعادل بها الأرقام الدولية، وتعمل دائما على تطويرها تلبية لاحتياجات المواطنين والمقيمين ومواكبة للتقدم العالمي في مجال الإسعاف والسلامة. عمار العماري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. طبعا للحديث اكثر حول هذا الموضوع يسرنا ان يكون معنا عبر الهاتف النقيب محمد حمد النشمي، رئيس شعبه العمليات بمركز الاسعاف الوطني. والاسعاف الوطني هو مشروع وطني تديره وزاره الداخليه، ودشن معالي وزير الداخليه منتصف العام 2019. نقيب محمد، اولا مساء الخير، وهل يمكن القاء الضوء على ما يتمتع به الاسعاف الوطني من جاهزيه وسرعه استجابه؟ اولا مسيكم بالخير ومسي المشاهدين جميعا ان شاء الله. حسب التوجيهات طبعا سيدي معالي وزير الداخلية الموقر، تم تدشين تفعيل الإسعاف الوطني موزع ما بين محافظتين، كمرحلة الأولى هي المحافظة الجنوبية ومحافظة المحرك، وتم العمل على تطوير سرعة الاستجابة بحيث بلغ متوسط الوصول للمريض تقريبا ما يقارب 11 دقيقة لموقع المريض، ويعتبر تقريبا زمن متميز على حسب معايير ومقاييس عالمية، وجاري العمل إن شاء الله على تفعيل المرحلة الثانية إن شاء الله خلال الأشهر القادمة إن شاء الله، للتمكن من تغطية جميع المحافظات إن شاء الله عن طريق تفعيل 13 مركز إن شاء الله في أنحاء المملكة جميعا إن شاء الله. نعم، يعني ضمن المنظومة الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا نشوف أنه يعني فعلا قاعد يطبقون المعايير والإجراءات الاحترازية والعمل وفق المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية. لو تكلمنا أكثر عن دور الإسعاف الوطني في التعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه بها في موضوع الكورونا تحديدا. طبعا أختي، تمر مملكة البحرين بظروف متعلقة بانتشار الفيروس كورونا طبعا، وبناء على ذلك يقوم الإسعاف الوطني بالتعامل مع هاي الوباء وفقا للسياسة الوطنية للتعامل مع هاي الظروف، حيث نقوم بنقل الأشخاص المشتبه فيهم بالإصابة أو المصابين بالفيروس إلى المحاجر أو المؤسسات الصحية، ونقل الحالات الحرجة والطارئة للأشخاص من منازلهم أو المراكز العزل أو الحجر للمستشفيات المعنية، وذلك حسب التوزيع الجغرافي طبعا. وبذلك تم تجهيز سيارات الإسعاف الوطني مستلزمات العزل والملابس الحماية للأشخاص اللي هم المسعفين ومساعدين المسعفين
فيما ذلك من الكمامات الخاصة N95 والقفازات والنظارات حماية العين والوجه ولباس الجسم الكامل، والتعامل مع مثل هذه الظروف. وبعد ذلك نقوم بنقل المريض اللي يشتبه فيه أو اللي هو حامل الفيروس، ويتم تعقيم سيارات الإسعاف عن طريق الكادر المخصص بذلك، والقيام بالفحص الدوري طبعا للكادر العام لمركز الإسعاف الوطني بشكل دوري بسبب قيامهم بهاي الواجب الإنساني المشرف لكل العاملين في مركز الإسعاف الوطني. ممتاز نقيب محمد. احنا على يقين بان فرق الاستجابة السريعة بالإسعاف الوطني تعمل على مدار الساعة، وهناك ايضا التزام كامل من طواقم الإسعاف بكمامات الوجه وقفازات اليد والمعقمات وكافة ما يضمن سلامتهم وسلامة من يتعاملون معهم. لكن بودنا لو تعطينا صورة عن مواصفات رجل الإسعاف الوطني سواء مسعف او سائق. طبعا ما اخفيك اخوي، الله يطول عمرك، مركبة سيارة الإسعاف تتكون الله يسلمك من مسعف ومساعد مسعف. طبعا يكون اول شيء المسعف هو اللي حاصل على شهادة جامعية في اختصاص التمريض وطب الطوارئ المرخصة طبعا من هيئة المهن الصحية اللي هي نهرة، حيث يقوم بتصنيف الحالة وتقديم العلاج المناسب للمريض. اما الله يطول عمرك بخصوص المساعد المسعف واللي هو سايق المركبة الإسعاف، يكون حاصل على رخصة سياقة المركبة الإسعاف من إدارة طبعا العامة للمرور، وعنده عدة دورات من مهارات القيادة ودورات الإسعافات الأولية. ممتاز. وبذلك الله يطول عمرك هم يشكلون طاقم طبي يتمتع بمهارات ميدانية عديدة ومتخصصة قبل الوصول للمستشفى. نعم، يعني تكلمت معنا عن التجهيزات، لكن لو تكلمنا أكثر عن الإمكانيات اللي تتمتع بها سيارة الإسعاف، وهل يتم إجراء معالجة قبل الوصول للمستشفى؟ طبعا بخصوص المعالجة تتم المعالجة المريض إذا كانت الحالة تتطلب العلاج، والمركبات طبعا مجهزة للتعامل مع حالات الانعاش القلب الرئوي الأولي والمتقدمة، والتعامل مع الإصابات مختلف أنواعها من حالات الهبوط السكر أو التشنج أو الحساسية وغيرها من أمراض، يعني الله يكفينا الشر. وطبعا الله يطول عمرك المركبة طبعا كما تعرفون يعني هي جميع السيارات توفر خدمة دعم الحياة التقدمي وتسمى ALS أمبلنس، وهي مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية. طبعا الأجهزة هي جهاز اللايف باك اللي يعمل الله يطول عمرك على قياس الضغط والنبض وعمل تخطيط للقلب واعطاء الصعقة الكهربائية ووظائف متعددة يعني. والجهاز الثاني اللي يطول أعماركم اللي هو جهاز التنفس الصناعي. أما المعدات الطبية هي تعتمد على المعدات السلامة الشخصية من مثل ما ذكرنا مساعة مثل القفازات والكمامات والنظارات واللي ذكرناهم مساعة، والمعدات اللي هي الانتشال السريع اللي هي الاستخراج المصابين لا سمح الله لو كان في حادث اللي انحشر في السيارة أو في المركبة، والحقائب اللي هي حقيبة الإصابات اللي تحتوي على جميع المضادات والربطات والأدوية لمعالجة الحالات اللي تحتاج أن تدخل سريع. صحيح صحيح. نقيب محمد، عندنا 13 مركز إسعاف، يعني شلون ممكن تسهم هذه الأعداد من المراكز في تقليل مدة سرعة الاستجابة؟ كما تفضلت أخوي الله يطول عمرك هي 13 مركز. نعم. تم توزيعهم على أرض المملكة ضمن حسابات مدروسة حسب الكثافة السكانية والقرب من الشوارع ذات الازدحامات والمستشفيات الثلاثة طبعا الرئيسية، تمت عمل دراسة لضمان الوصول السريع لمكان الحدث اللي هو يحتاج المصاب. نعم، يعني النقيب محمد أكيد عندكم هالأيام كثافة في عدد البلاغات، لو تكلمني عن عدد البلاغات اللي يتعامل معها الإسعاف الوطني منذ انطلاقة يونيو 2019. والله الله يطول عمرك من انطلاق مشروع الإسعاف الوطني تقريبا أكثر من 23 ألف بلاغ لجميع الحالات بمعدل تقريبا 70 بلاغ في اليوم الواحد. جميل جدا. وزارة الداخلية وفق توجيهات معالي الوزير في تطوير مستمر لأجهزة الوزارة وإداراتها، ما هي الخطط الموضوعة لتطوير خدمة الإسعاف الوطني أيضا؟ والله مثل ما ذكرت الله يطول عمركم يقوم الإسعاف الوطني بتقييم الأداء بصورة مستمرة ووضع التصورات المثلى معالجة المشاكل والملاحظات اللي يتوجه اهتمام الإسعاف الوطني بالوقت الحالي باستحداث الأنظمة والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة المساعدة والمساهمة في تطوير هذه الخدمات، وجاري العمل إن شاء الله في تفعيل التطبيق للهواتف الذكية وإطلاق الموقع الإلكتروني إن شاء الله للإسعاف الوطني. بالإضافة على ذلك نطمح إن شاء الله لتقديم مواد إعلامية ذات طابع توعوي وتقديم منشورات تساعد في التعريف بمهام الإسعاف الوطني وزيادة التعاون إن شاء الله مع
المؤسسات إن شاء الله والقطاعات الصحية إن شاء الله. إن شاء الله بالتأكيد. نقيب محمد حمد النشمي رئيس شعبة العمليات بمركز الإسعاف الوطني بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك. قسما ووعدا نصون ونحمي البلد، ملكا وحكومة وشعبا، أرضا وجوا وبحرا. البحرين أمانة في أعناق رجال الداخلية، خدمة المجتمع من القيم الأساسية، جيلا بعد جيل ينقل رجالها عهدا ورسالة، العمل بإخلاص وتصميم على أمن المواطن والمقيم. اليوم البحرين ضربت أروع الأمثلة في التعامل مع هذا التحدي الصحي في مختلف المجالات، سواء كانت الصحية ولا الأمنية ولا الاقتصادية وحتى التعليمية. صدقت يا فواز، وزارة التربية والتعليم في ظل هذه الظروف والإجراءات لحماية الطلبة واصلت مسيرة التعليم ولم تنقطع بفضل الجهود الكبيرة والاستعداد الإداري والتعليمي المتميز فيها. بالفعل في بداية الأزمة البعض واجه صعوبات بسيطة في التعليم عن بعد، ولكن وزارة التربية والتعليم عالجتها بسرعة ولله الحمد، بهدف أن أبنائنا وبناتنا يوصلون تعليمهم وتطورهم. أكيد وزارة التربية والتعليم سخرت كل جهودها ووفرت وسائل متنوعة للتعليم عن بعد، كالمحتوى الإلكتروني الرقمي اللي يرفع عبر البوابة التعليمية، وأيضا الدروس المركزية من خلال برنامج تيمز، وأيضا الدروس المتلفزة بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام. بالفعل لولو، نتعرف معاكم مشاهدين الكرام على الدور الكبير للتعليم عن بعد مع اثنين من أولياء الأمور، السيد جاسم محمد بحميد، يا مرحبا فيك، سعدنا بوجودك، والسيد جليل إبراهيم العلوي، يا مرحبا فيك، سعدنا بوجودك معنا. الله يخليك. نبتدي معك جاسم، نبتدي مع جاسم. يلا نبتدي، احنا نبي نسمع. اي بالضبط، احنا كلنا ويا امور، كل واحد يبي ينقل تجربته حق الثاني. تفضل استاذ جاسم، لو تكلمنا عن تجربتك من ناحيه التواصل الالكتروني في التعليم. اختي طبعا بدايه ازمه كورونا، طبعا ما احب اسميها ازمه لكن مضطر اسميها بحكم الضغط النفسي اللي صاير عندنا. زين، في بدايه كورونا طبعا مدرسه الولد كانوا على تواصل ويانا وحطوا خطه سريعه للتعامل. بس خبرنا ولدك في اي مرحله؟ ولدي مرحله ابتدائيه. ابتدائيه. زين، فمن البدايه كانوا على تواصل ويانا، البدايه كانت عن طريق البوابه التعليميه، بس تعرفين مع مرور الوقت تدرين المرتادي البوابه شوي زاد العدد عندهم. أكيد. زين، فهذا الشيء خلى اداره المدرسه تاخذ وسائل ثانيه للتواصل ويانا. زين، فيعني من عن طريق البوابه كنا نتبادل التطبيقات والاثراءات للطالب، وكنا طبعا ندرسها حق الطالب، يعني نتعب وياه شويه بحكم ان انا جامعي وزوجتي بعد والده الطالب بعد جامعيه. نعم. فكنا ندرس اول باول. حلو، يعني انا فواز مع هذا المنطلق، يعني ساعات احنا في ظرف استثنائي. صحيح. اسمه ظرف استثنائي. صحيح. ما يصير نحط يعني مثلا ولي الامر يقول انا كلش ما بحط يعني في عمليه. صحيح. التعليم مع التعليم الالكتروني ومع الوزاره خلى مع الكمبيوتر خلاص كيف في ضغط ما في ضغط خلاص. لازم اعتقد هاي استشعار بدورنا احنا كأولياء امور. أكيد. ان نحط يدنا بيد المدرس. نعم. ونعلم عيالنا في هذه الفتره. انا في هذه الناحيه بالتحديد، يعني اخوي جليل، انت بالنسبه لك تواصلك مع المعلمات شلون كونك انت ولي امر طالبه في اي مرحله؟ في المرحله الابتدائيه. المرحله الابتدائيه شلون تشوف التواصل بينك وبين الكادر التعليمي مع المدرسات المشرفات؟ بالعكس، يعني كانوا متحمسين انهم يقدمون اي مساعده واي استثناء، يعني اي شيء مشكله تصير عنده عند مرام. جميل. كانت ان هي بسرعه، يعني ان يحبون ان يستجيبون حق اي سؤال، اي خدمه يبغون مثلا مرام تبغيها، فكان كل شيء سهل، يعني بحيث ان تحس ان الكادر التعليمي والاداري حاب ان يقدم المستحيل. نعم. عشان هذه العملية أن تكون ناجحة. يعني ورحابة تصدر أنا يعني بعد أيضا ولي أمر بضيف على كلامكم، أن أنا لما تواصل أيضا مع المعلمين والمعلمات بالنسبة لمختلف المراحل الدراسية، المدرسات والمدرسين يرحبون. نعم. أي. نعم. وقت وبأي. نعم. استفسار وبأي سؤال. نعم. فهذه نقطة إيجابية، كلهم هم من ضمن الفريق الأول كلهم يبون. بس خلنا أشير أن أصلا مرام الله يحفظها لك الله هي من ذوي الهمم. نعم. أي نعم. الله يحفظها لك إن شاء الله، يبلغك فيها يا رب. الله يسلمك. أتوقف معاكم جليل وجاسم مع هذا التقرير اللي يستعرض جهود وزارة
التربية والتعليم لضمان المسيرة التعليمية لجميع الطلبة. وبالتأكيد راجعين لاستكمال حديثنا مع ضيوفنا الكرام في الاستوديو. تعليق الدراسة الصفية لا يعني تعليق التعلم، شعار تبنته وزارة التربية والتعليم لهذه المرحلة الصعبة والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، إذ من المهم أن لا يبقى الطلبة في بيوتهم منقطعين عن حقهم في التعليم. ومن هذا المنطلق سعت وزارة التربية والتعليم لتسخير كل الجهود والإمكانيات والكوادر التعليمية لخدمة الأجيال، فقد تمكنت الوزارة من التغلب على الظروف الاستثنائية الراهنة، والذي يستند إلى قاعدة صلبة أرسى دعائمها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، والذي وضع الركائز الأساسية بجميع المدارس الحكومية وأسهم بالإمكانات الرقمية الحالية. فقد عززت الجهود من خلال مجموعة من الخدمات والوسائل الإلكترونية، وهي المحتوى التعليمي الرقمي الموجود على البوابة التعليمية، والذي تم تعزيزه وتفعيله أكثر بالمزيد من الدروس والأنشطة والإثراءات الرقمية التي تخدم فئة كبيرة من الطلبة، والتي اشترك في تنفيذها فريق كبير من المختصين بالوزارة. هذا إلى جانب إطلاق الحصص التعليمية بالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام عبر تلفزيون البحرين، بحيث تكون هذه المواد الدراسية متاحة للجميع، وتخصيص 14 قناة يوتيوب تعليمية لجميع الصفوف الدراسية والتعليم الفني والمهني والتربية الخاصة. كما قامت الوزارة في إطار جهودها بتدشين خدمة الدروس المركزية التفاعلية، حيث يتولى معلم المادة تقديم درس موحد مركزي ضمن منظومة تيمز، ولضمان عدم توقف عملية المعرفة لدى فئة ذوي الإعاقة. قام فريق متخصص من إدارة التربية الخاصة ومركز رعاية الطلبة الموهوبين بمساندة معلمي واختصاصيي التربية الخاصة بالمدارس بإعداد دروس وإثراءات رقمية موجهة للطلبة من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى العمل على تقديم الدروس بلغة الإشارة للطلبة الصم وإعداد الدروس المسموعة للطلبة ذوي الإعاقة البصرية. كل هذه الوسائل المقدمة والجهود المبذولة أثبتت فاعليتها ونجاحها بشهادة الكثيرين من أولياء الأمور والكوادر التعليمية والتربوية، وساهمت في تقديم أفضل الخدمات للطلبة وتنويع وسائل التعلم، بما يمكنهم من متابعة الدراسة في المنزل والتفاعل مع معلميهم بشكل دائم. وستستمر وزارة التربية والتعليم في تقديم كل ما من شأنه استدامة العملية التعليمية بجميع مراحلها الدراسية. عودة لكم مجددا في هذا الموضوع اللي فعلا حيوي، هو مثل ما قالوا جاسم وسيد جليل، هو استثمار في الطفل. التعليم عن بعد ما غير، واعتقد مثل ما قلت سيد جليل هو اختصر لنا 2030. احنا كنا يعني ننتظر 2030 عشان نوصل حق هذه الامور كلها، وشفنا التعلم عن بعد فعلا غير لنا هذا الموضوع. لو تكلمنا اكثر عن موضوع يعني التعلم عن بعد، وولدك شلون، هل حصل بعض الصعوبات فيه؟ اختي طبعا بالنسبه حق الصعوبات، يعني هو الصعوبات من التعلم مو بذيك الصعوبات اللي يتعلم الولد. نعم. مو بذيك الصعوبات، الولد الحمد لله مستوى زين، واحنا معودينه بعد انه هو يتعلم ذاتيا، يعني يقرا ويتعلم، فاحنا مجرد كنا مساعدين اليه. الصعوبه الوحيده اللي انا حسيتها انا والدته ان الولد الجو، يعني متعود على المعلمه، متعود على زملاء. نعم. الولد شوي بعد يتحرك يلعب وهذا، فلما حس روحه في البيت وقاعد يتعلم، هذه الصعوبه الوحيده اللي احنا نقنعه يقعد معانا ويتعلم فيها. اما موضوع انه هو صعب يتعلم او لا، بالعكس احنا كنا ناخذ التطبيقات من البوابه التعليميه نقراها وياه ونخليه هو يقراها وينفذها. نعم. زين، فكانت الامور تمشي بشكل سلس يعني. جميل. بس الصعوبه الوحيده مثل ما قلت لك اللي هي موضوع الجو. يلا الدراسة. ان شاء الله يا رب كلها يعني ان شاء الله يا رب تزول هالغمه، ان شاء الله ويرجعون مدارسهم حق اصدقائهم وحق مدرسينهم وحق حركاتهم. نعم. حياتهم الطبيعيه. الاجمل من ذي الشيء انه صار التعليم عن طريق الاشياء اللي هم اللي يحبونها، سواء كان كمبيوتر ولا ايباد ولا تليفون، وهم يعني اغلب اوقاتهم على هذه الاجهزه. صح. فصار التعليم عن طريق هذه الاجهزه يمكن يحببهم اكثر، يعطيهم متعه اكثر في التعلم. بالضبط. اخوي جلي، شلون تشوف تجربه التعلم عن بعد؟ يعني شو اللي اتضح لك من خلال هذه التجربه، من خلال هذه الوسائل، وسائل التعليم الحديثه؟ والله انا اشوفها هذه انجاز. انجاز. انجاز حق المملكه وحق ابنائنا الطلبه. يعني الشيء اللي هم قاعد يقومون فيه اليوم والتجربه هذه اللي قاعد يخوضونها بتسهلهم بعدين، بيكونون في جيل، يعني جيل واعي انه يقدر يستخدم هذه الاداه. صحيح.
يعني لو بقول لك قيم لي هذه التجربة تقيمها لي إيجابية؟ أقيمها لك إيجابية 80%. 80%. 80%. وبتقول كلامي صحيح. إن شاء الله. اليوم إحنا في عصر التكنولوجيا. صحيح. يعني ما في، أنت تفضلت قلت في البداية أن الآيباد والكمبيوتر والتليفون كان فيه ملازمين حق الأطفال. صحيح. اليوم قاعد يسهل عليك هذه المهمة. نعم. والله صدقت. بالفعل يعني كل شكر لكم على هذه، على أعطائنا فرصة أن إحنا نعرف يعني وجهة نظر أولياء الأمور في هذا التعليم. للأمانة، للأمانة تدري نحتي أثني على كلام السيد، ترى يعني إحنا البحرين رغم أن مساحتها صغيرة وإمكاناتها محدودة، دول ثانية وقفت التعليم ورجعت الطلاب ببيوتهم وأنهت العام الدراسي وحسبوا الدرجات مال العام الماضي، وبعضهم للحين ما اتخذوا قرار في هذا الشيء. نعم. احنا بالعكس، انا اشوف انه هي انجاز كبير ان طلابنا ما زالوا يدرسون. نعم. صح يعني الظروف مختلفة لكن ما زالوا يدرسون. تدري ما ليش جاسم؟ بوجود اولياء امور مثلكم متفهمين، مثقفين، فاهمين، واعيين في مجتمع واعي، فاهمين شلون ممكن يسيرون هذه المرحلة التعليمية، شلون يتعاونون مع الأجهزة الحكومية والوزارات الحكومية وخاصة وزارة التربية والتعليم. أخوي جاسم يعطيك الصحة والعافية، والله يوفق العيال إن شاء الله. الله يسلمكم. نفس الكلام لك يا أخوي جليل، الله يوفقهم إن شاء الله. بس كلمة أخيرة. أي تفضل. أنا حاب بس أن أوصل رسالة حق أولياء الأمور اللي مثلا في البداية ابتدوا مثلا التعلم عن بعد، أن هم يبغون يقولون لا ما نبغي هذا الشيء. أنت حفز ولده. صح. حفز ابنك. صح. خل هذا الشيء، هذه اليوم إحنا واقع قاعد نعيشه. صح. فلا تخلي هذه عجلة التعليم توقف عندك أنت. بالفعل. بالضبط. بالفعل صح. والأب هو قدوة يعني، وكل شكر. صحيح. شكر، شكرا جزيلا أولياء الأمور سيد جاسم محمد بوحميد والسيد جليل إبراهيم علوي، شكرا جزيلا حق تواجدكم معنا في استديو مجتمع واعي. ومشاهدينا خلنا ننتقل معاكم ونشوف لقطات مباشرة من مملكة البحرين، ونرجع لكم وتحديدا من محافظة العاصمة. وخل جاسم وجليل ويانا، شوفوا هاي اللقطات. آمين. يا روض الخليج النادي، يا طيره، يا طيره الغرد الطروب الشادي، وطني. يا روض الخليج النادي، يا طيره، يا طيره الغرد الطروب الشادي، يا فخره وبه الحصون منيعة، يا فخره وبه الحصون منيعة، يا عزه رغما عن الحساد.
أنشودتي في يوم عيدك غنوة رددتها في موكب الإنشاد. حياكم الله مشاهدينا، وما زال فريق العمل المستمر بالتواصل مع العديد من طلبتنا في الخارج عشان نطمن عليهم وعلى صحتهم في ظل هذه الأوضاع اللي نعيشها ويعيشها العالم بأجمع. خلينا احنا فخورين جدا بكل تأكيد بأبنائنا اللي دارسين في الخارج. أكيد فواز، احنا فخورين جدا فيهم وبإنجازاتهم. واليوم معانا عبر السكايب من أمريكا الطالبة عبير بدر، هي طالبة ماجستير إدارة عامة. يمسك الله بالخير عبير، ولو تقولي لنا شلون الأوضاع عندكم؟ تفضل يا عبير. مساء النور ومبارك عليكم الشهر الفضيل. طبعا الأوضاع تختلف من ولاية لولاية ومن مدينة لمدينة أخرى في نفس الولاية، والحمد لله يعني الولاية اللي أنا فيها والمدينة بالأخص الأوضاع مستقرة. ومن بداية الأزمة الصراحة سفارة مملكة البحرين في واشنطن كانت على تواصل دوام معنا، وفرت لنا قفازات وأقنعة ومعقم وهاي أشياء كان مستحيل تحصلهم في السوق. ويعني كلمة شكر ما توفي حق سفارة مملكة البحرين وبالأخص الملحق الثقافي على متابعتهم الدائمة لضمان راحة وسلامة أبناء الوطن المغتربين في الخارج. يعني ما قصرت، ويعطيكم ألف عافية. إن شاء الله إحنا اللي متواجدين في الخارج كن على طول نرفع راس البحرين. كل شكر لك عبير بدر، طالبة ماجستير إدارة عامة في أمريكا، ويا رب إن شاء الله ترجعي لنا سالمة غانمة ورافعة راسنا في شهادتك إن شاء الله. الله يوفقك يا عبير إن شاء الله. لازال البحريني هو المثال وهو القدوة في العمل والتضحية وحتى الإيثار. البحريني يثبت أنه غير وأنه محب لوطنه في السراء والضراء. فعلا يعني البحريني على طول موجود. اليوم احنا قاعدين نطالع في حجر الحد الصحي، حجر هو قائم بنسبة 90% على المتطوعين فواز. يعني خلينا نشوف زميلنا يحيى العمري، زميلنا الشجاع اللي موجود في كل مكان. يعني والله نخاف عليك يا يحيى، إن شاء الله يا ربي الله يمدك في الصحة والعافية على هاي التقارير الجميلة اللي قاعد تغطيها لنا. زار هذا المحجر قبل أيام واحتفل معاهم بخروج جميع النزلاء من الحجر وتشافي جميع الحالات ولله الحمد. خلينا نتابع معاكم هذا التقرير ونرجع لكم مرة ثانية. بعد أن مضى على تطوعهم عدة أسابيع في مركز الحد للحجر الصحي، ها هم يحتفلون، أطباء وممرضون وإداريون جميعهم يكرمون بمناسبة خروج جميع الحالات المصابة أو المشتبه بها من الحجر الصحي. أنا الدافع اللي خلاني أشترك في هذه الحملة ضد فيروس كورونا هو حبي للوطن. لازم إحنا كل بنا نكون ذات مسؤولة، لازم نكون مسؤولية مالتنا كل بنا نحافظ على هالوطن العزيز اللي عطانا أكثر من ما إحنا عطيناه. هذه الوطن العزيز علينا، واحنا كلنا تحت رايه ابو سلمان، ويشرفنا ان احنا نكون تحت رايه ابو سلمان. ويعطيكم الف عافيه ان شاء الله يا ربي. وهذه المحجره الحين الحمد لله رب العالمين ما في اي اصابه، واحنا ان شاء الله باذن الله قادرين احنا نخلي البحرين يصير زيرو، وكل بنا ان شاء الله مع فريق البحرين. التكريم طبعا هاي يعطيك دافع ويعطيك شعور بالإنجاز اللي انت سويته، بس التكريم الأكبر لما انك تشوف ان فعلا البحرين زيرو كورونا، فعلا انك الشغل والإنجاز طول هاي الفترة اللي طافت، طول الشهرين اللي طافت نشتغل من الصبح إلى الليل بدون أي توقف. التكريم انك تشوف ان خلاص ان وصلت البحرين زيرو كورونا وانتهى هاي الوباء وانتهى هاي الفيروس. حب للعطاء ووفاء للوطن ومساندة للجميع، اجتمع هؤلاء المتطوعون من مختلف مدن ومحافظات المملكة ليكونوا في الصف الأمامي لمكافحة انتشار فيروس كورونا. متطوعة محجر الحد الصحي أداوم تقريبا كل يوم، دوام يكون من الساعة 8 الصبح لساعة 2 الظهر. في العيادة في المحجر احنا نشوف البيشنتس وناخذ سوابس، ويجونا بعد مرضى العياده ونشوف اذا عندهم شيء شنو يشكون منه، او اذا يحتاجون ادويه يحتاجون فولو اب.
فاحنا نشوفهم ونحاول قد ما نقدر ان احنا نساعدهم. والشيء اللي خلاني اتطوع كوني تخصصي اول شيء، وثاني شيء كوني انسانه شابه وعندي طاقه، والبحرين في نفسها الظروف تحتاجني اكثر، فهاي اول دافع اللي حتم علي اني يعني لازم اشارك، وان شاء الله عقب ما تصير البحرين زيرو كورونا ونصفرها. لبيت النداء حبا للبحرين، لان البحرين تستاهل وهي عطتنا ولازم نوقف وياها في هذه الظروف الصعبه. طبعا هو ياثر علي انه بالنسبه حق التباعد الاجتماعي، تميت ما كنت يعني اقدر اشوف اهلي لان خوفا عليهم من هذه الوباء، حتى عيالي كنت مبتعده عنهم طبعا، حتى يعني ما اقدر اقبلهم، ما اقدر حتى اسلم عليهم. القائمون على الحجر الصحي في الحد منتسبون لوزارة الصحة أو متطوعون، جميعهم يحتفلون اليوم بخلو هذا الحجر من النزلاء بعد أن بذلوا جهودا حثيثة بروح معنوية عالية لمكافحة فيروس كورونا. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. رجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا. أكيد فريق إعداد مجتمع واعي حريصين على تنفيذ مبدأ التباعد الاجتماعي وتطبيق قرار العمل من المنزل للحد من الاختلاط في موقع العمل، وكل يوم يعدون لنا هذه الفقرة من البيت. بالتأكيد للو، يعني فريق الإعداد حريصين كل الحرص على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية. طبعا معانا اليوم عبر السكايب زميلنا العزيز عبد الله الحسيني، وكل يوم يجهز لنا فقرة مختلفة. مساك الله بالخير عبد الله، وتفضل كلمة لك. تفضل يا عبد الله، هد الايباد. يا هلا فيكم زملائي، مساكم الله بالخير والصحة والعافية، ومسي على السادة المشاهدين وين ما كان. تقبل الله طاعتكم. اليوم تعلمنا الكثير من الأمور في هذه الأزمة الصحية، وأكيد خلتنا نحس بقيمة كل شيء حولنا. اليوم تواصلت مع مجموعة من الأطباء من مختلف التخصصات، وسألتهم شنو علمتكم الكورونا؟ انتابع. علمتنا كورونا ان فلوسنا فيها بركة اذا ركزنا على متطلبات الحياة الاساسية وابتعدنا عن شراء الكماليات اللي مالها داعي. علمتنا ان حتى التسلية ممكن تكون في البيت، بفنجان قهوة نشربه، بفيلم نشوفه مع افراد اسرتنا، بطبخة لذيذة وصحية نعدها في البيت، بكتاب نقراه ونستمتع فيه. علمتنا الكورونا ان القيادة تحب شعبها وتباري، وان شعبها يحبها ويحب البحرين، وبينت لنا قيمة الوقت وقيمة القعدة في البيت، وان احنا نشوف متطلبات الاهل اكثر ويا العيال، وان احنا نباري كبار السن. صدق احنا مبتعدين عنهم جسديا، ولكننا معاهم قلبا وقالبا ومعنويا، حبا فيهم وحبا في الوطن. علمتنا الكورونا ما هي الانسانية ومن هو البطل الحقيقي. علمتنا الإحساس بالآخرين قبل أنفسنا، هذبت أفعالنا وعادتنا إلى عوائلنا كما إنها صححت نمط حياتنا. كورونا أحيت عندنا عادات قديمة اندثرت مع التكنولوجيا والتطور والسوشيال ميديا. قمنا نقعد أكثر مع أهالينا تحت سقف واحد، وهذا بشكل أو بآخر ينعكس على إيجابياً على علاقات الأسرة، وبالتالي ينعكس على المجتمع. علمتنا الكورونا أن نكون أكثر حرص ودقة في تصرفاتنا وتعاملاتنا، فما كانت أنظارنا لا تلتفت إليه ولا تلقي إليه بالا، أصبحنا نراقبه لحظة بلحظة، نتفحص نظافته ونمعن النظر في سلامته. حفظ الله البحرين من كل مكروه. فعلاً الكورونا علمتنا الكثير من الدروس الإنسانية، وغيرت فينا وايد عادات. سلمت يا وطني من الأسقام والأمراض، والله يحفظ هالوطن الغالي. هذه كل اللي عندي من البيت، والحين عودة لكم زملائي في الاستديو. شكرا عبد الله الحسيني على هذا التقرير المميز والنقل المميز، فعلا اكيد استفدنا اشياء كثيره من وراء الكورونا. اي والله صدقتي لولو، يعني هذا السؤال المميز اللي طرحه عبد الله الحسيني، شو اللي تعلمته من الكورونا؟ اهم شيء الحريم تعلموا الطباخ، وردوا مره ثانيه حق طباخهم،
وتعلمنا الكيرم وعاداتنا القديمة والعابنا القديمة، حتى الألعاب المصرية الطاولة والزهر. البحرين ولله الحمد قدمت نموذج للوعي والتكاتف وسرعة الاستجابة لمواجهة جائحة فيروس كورونا. هالأمر ينعكس على مدى قوة وكفاءة أبناء هذا الوطن في كافة المجالات. أكيد يا فواز، يعني تضحيات كبيرة قاعدين نشوف يقدمونها الكوادر الصحية وجميع العاملين في الأجهزة الحكومية والخاصة، وما ننسى أكيد المتطوعين اللي يضربون أروع الأمثلة في العطاء والوطنية من أجل أن تكون البحرين وكل من على هذه الأرض الطيبة بخير وصحة وسلام. صدقت يا والله أمين. القيادة الحكيمة دائما ما تؤكد أن ثروة البحرين الحقيقية هم أبناء هذا الوطن، واللي نشوفه في هذه المرحلة الاستثنائية هو نتاج عمل مؤسسي سليم وتخطيط للمستقبل أسهمت فيه جميع السواعد الوطنية. الله يحفظ البحرين وأهلها يا رب. اللهم آمين. وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم بكرة في حلقة جديدة من برنامج مجتمع واعي. في أمان الله. في أمان الله. مع السلامة.